زي ما كلمتكم امبارح واتكلمنا امبارح على الابطال العالميين البارالمبيين، النهارده يوم حلو قوي لمصر، النهارده يوم جميل جدا لمصر، الابطال البارالمبيين امبارح، وكان لينا تغطيه خاصه للذهبيتين بتوع امبارح سواء للمنياوي او لرحاب. النهارده بتقدر فاطمه محروس البطله المصريه العظيمه صاحبه الاراده والقوه والشخصيه وكل حاجه عايز تقولها قولها على فاطمه، قدرت انها تحقق الفضيه في وزن 57 كيلو جرام في دوره الالعاب البارالمبيه في باريس 2024. نجحت فاطمه في المحاوله الاولى 130، الثانيه 134، الثالثه 139. مليون مبروك عليك يا فاطمه وعلى مصر، وحاجه تفرح. في نفس الوقت منتخب الكره الطائره جلوس قدر ان هو يفوز بالبرونزيه بعد ما فزنا على منتخب المانيا في تحديد المركز الثالث والرابع 3-2 نتيجه الاشواط 25-22 لصالح مصر. خسرنا الشوط الثاني 25-23، كسبنا الشوط الثالث 25-22، خسرنا الشوط الرابع 25-23، والشوط الحاسم كسبناه 15-10. مليون مبروك لمصر، ايام رائعه للبعثه البارالمبيه في باريس. امبارح 2 ذهب، النهارده واحده ذهب، انا اسف واحده فضه واحده برونز، شيء رائع، ومكسب منتخبنا الوطني الاول لكره القدم شيء اروع.